السلام عليكم، بنرحب في كل المشاهدين والأخوان الأعزاء من فندق الهيلتون بالإسكندرية في من خلال فعاليات المؤتمر 21 لجامعة الإسكندرية قسم الأورام. أنا الدكتور سامي الخطيب، استشاري الأورام والكشف المبكر، أمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان ورئيس جمعية الأورام الأردنية. حقيقة في البداية بشكر جميع الزملاء في جامعة الإسكندرية وبخص زميلنا رئيس اللجنة العلمية الدكتور علاء قنديل على هاي الدعوة الكريمة. طبعا راح يكون في إلي كلمة بالافتتاحية لهذا المؤتمر، راح أتحدث فيها عن العلاقات العربية العربية ودور رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان في النشاطات اللي بنقوم فيها، وخاصة للأطباء الشباب في التوعية والتثقيف والتدريب. المؤتمر راح يركز بشكل أساسي على موضوع سرطان الثدي وعلى سرطانات القولون والمستقيم، وحقيقة هدول النوعين من السرطانات هم أكثر أنواع سرطانات بيصيبوا الرجال والنساء في العالم تقريبا بنفس النسب. سرطان الثدي هو السرطان رقم واحد في كل العالم اللي بيصيب النساء، تقريبا 40% من السرطانات التي تصيب المرأة هو سرطان الثدي، ولحسن الحظ سرطان الثدي من السرطانات التي يمكن اكتشافها مبكرا، وبالتالي الشفاء منها ممكن يكون سريع ونسبه عالية جدا، وهذا بيعتمد بشكل أساسي على المرحلة اللي بيتم فيها اكتشاف السرطان. وكل ما تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة كل ما ارتفعت نسبة الشفاء، فإذا اكتشفنا سرطان الثدي في المرحلة الأولى نسبة الشفاء قد تصل إلى 98%، وهذا شيء مبشر، وبيعتمد بشكل أساسي على التوعية والتثقيف، وبيعتمد بشكل أساسي على أنه المرأة تطبق التعليمات اللي لازم تعرفها بخصوص الكشف المبكر عن السرطان والفحص الذاتي للثدي، وهذا بشكل أساسي بتطور على أساس أنه كل مرة بتم الفحص بشكل مستمر المرأة بتعرف إيش هو ملمس ثديها، وبإمكانها أنها تكتشف أي كتلة وحجمها صغير جدا. هذا هو المبدأ الأساسي للكشف المبكر، واللي إحنا مش لازم نخاف من كلمة سرطان، مش لازم نخاف من السرطان، لأنه زي ما حكيت لكم أنه الشفاء بتم بنسب عالية جدا، وكل ما تم الاكتشاف في مراحل متطورة أكثر كل ما كان لسوء الحظ نسب الشفاء أقل. طبعا العلاجات اللي بتتم لسرطان الثدي مش فقط الكيماوي، في علاجات عديدة، ممكن يكون علاجات في الجراحة، ممكن يكون العلاج بالكيماوي، العلاج بالأشعة، أو العلاج بالهرمونات والعلاجات الموجهة الحديثة جدا اللي حاليا موجودة في الأسواق واللي رفعت نسب الشفاء إلى نسب عالية جدا. من العلامات الأساسية لوجود السرطان، وهي علامات قد تكون مش بالذات للإصابة بالسرطان بس هي اللي لازم تخلينا أن نروح على الطبيب ونعمل الفحوصات، مثلا وجود كتلة في الثدي، وجود كتلة تحت الإبط، انكماش بجلد الثدي، اختلاف باتجاه الحلمة، ممكن يكون في تغيير في جلد لون الثدي، بس ما بدنا نخاف، بأنه هذه عبارة عن أعراض عامة قد تكون لشغلات عديدة جدا ومن ضمنها قد تكون للسرطان. فبالتالي احنا بننصح انه كل امرأة انها تعمل الفحص الذاتي للثدي كل شهر مرة بعد 3 إلى 4 أيام من انتهاء الدورة الشهرية، وانها تعمل الفحص السريري كل سنة مرة عند الطبيب، وفي عمر 45 وما فوق انها تعمل صورة الماموغرام والألتراساوند. اما بخصوص سرطان القولون والمستقيم فهو كمان من السرطانات المهمة جدا في العديد من الدول العربية، هو السرطان رقم واحد عند الرجال، بتبادل الدرجة الأولى أو الثانية ما بينه وبين سرطان الرئة، وكمان سرطان القولون والمستقيم من السرطانات اللي بالإمكان اكتشافها مبكرا من خلال فحوصات طبية بسيطة جدا، وكل ما اكتشفناها في مراحل مبكرة كل ما كانت احتمالية الشفاء عالية جدا، وأيضا في المرحلة الأولى لسرطانات القولون قد تصل نسبة الشفاء إلى ما يزيد عن 95%. رسالتي انه ما نخاف من السرطان، ما نخاف من كلمة السرطان، ان نقوم بالفحوصات الطبية الدورية بشكل مستمر اللي بتؤدي الى ان نكتشف اصابتنا لا سمح الله في المراحل المبكرة، وبالتالي ان نتعالج ونشفى باذن الله.